اروح اصلي بكره هنا. ده ايه الصحبه الحلوه دي؟ حسام بيه وطاهر باشا انزلوا لي. محمد انا مستعجل، مفيش وقت. مستعجل على ايه؟ ده بس ايه ده؟ لسه هنفتش العربيه. يا محمد تفتش ايه؟ بقول لك مستعجل. ازاي بس يا حسام هسيبك تمشي كده من غير ما تفتش العربيه؟ ده احتمال كمان بعد ما نفتش العربيه ناخدك معانا على الاداره. الاداره وحشاك قوي. يا ابني انت ما بتفهمش، بقول لك مستعجل. يا ابني اختك شاهينته وايمان في خطر. فتشوا العربيه. افتح الشنطة. بسم الله الرحمن الرحيم. اجري كده وهتبني بالسلامه ان شاء الله. يلا بسم الله. ايش بدي ما ايش بدي الصبر مبروك. دياب. ايوه دياب. دياب اللي انت فهمتني انك قتلته وطلعت كذاب يا محمد بيه. لا دي لعبه، شكلكم كده كلكم عاملينها عليا. هتقول لي لعبه؟ لعبه ايه؟ لما نعرف نفهم. افهم افهم ايه؟ مش انت اللي قلت لي على طاهر وطاهر ده اللي قال لي على دياب؟ وصلت بيك الوساخه يا حسام انك تورط اخوك عشان تهرب مجرم؟ مش وقته، مش وقته الكلام ده. بيقول لك ايمان وشاهينته في خطر، دياب خاطفه. انت تخلص انت، كل المصايب دي بسببك. انا هحبسك يا طاهر. ده لو عرفت تمسك عليا حاجه. كل الكلام ده مش وقته يا محمد بيه. شاهينته في خطر يا اخي، دي مهما كانت اختك. الو دياب، انتوا في بينكم كلمات؟ اختك ومرتك حدان، ولدك كمان. ابني ابني ازاي؟ مالك اتخلعت كده ليه؟ مش مراتك كانت حبلة وهي ولدت على يدي والحمد لله. اسمع 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 صوت ولدك. اسمع اسمع. ايوه ايوه سمع حسك لابوك يا زي الجوار. هخليك تسمع صوت اختك، اصلي مرتك تعبانه تعبانه. استنى شوي. استنى 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 استنى. افتحوا الباب خلوا عند الرحمه. حرام عليك. حرام. فين؟ فين الواد ابو وانت دلوقتي؟ فين؟ يا حسين ايه ده شارب ده؟ ايه ده خالص؟ طمنيني يا امام بخير. الحال يا حسن ده ابو البيت. ماذا؟ الو اختك في حاله عصبيه. شهند شهند اختك في حاله عصبيه جدا. يا سيدي يا سيدي يا قطعت قلبي. اسمع يا ولد الهلال، زي ما قتلت ابويا واخويا قتلت جابر وهو برفرف، فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك، حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلالي، اسمع اسمع اسمع. ابني لا يا دياب، ابني لا، واعمل لك اللي انت عايزه.